أنا متعاطف مع شيرين إلى أقصى درجة، عشان فاهم يعني إيه تحب واحد وما تقدرش تخرج بره دايرته. أنتوا أبطال يا جماعة، إحنا مش أبطال، أنتوا بتقدروا تنسوا إحنا ما بنقدرش. بكرة تعرفوا إن أحسن قرار شيرين عملته في حياتها إن هي دخلت المستشفى، حتى لو مش بإرادتها. وأي شخص عايز يطلعها بره المستشفى أعتقد إن دي مش قرار سليم، عشان عايزك ترجع لنفس الدايرة اللي كنت فيها، بأي طريقة كانت تدخل بيها المستشفى. يا ريت تعرفوا إن المشاعر والحب ساعات بتودي للتهلكة، عشان كده دايماً أقول لك اختار صح، وأرجوكوا كفاية مزايدات على الناس وأنت تقدري ودوسي وغيرك شاف وغيرك عمل، بحس إن ده حاجة نجسة. متزايدوش على الناس، سيبوا الناس في حالها. أرجوكوا فهموا إن معظم مرضى الإدمان نتيجة لظروف، بدافع لك عن إدمان، بس أنا بقول لك إن الناس دي وصلت للمرحلة دي عشان بهدلت في حياتها. لو أنت غبي وفاهم إن المشكلة كلها في شوية فلوس، ما أنت غبي. فلوس مهمة بس مش كل حاجة. عارف يعني إيه حد يحبك؟ عارف يعني إيه تحب حد وتتبهدل بحبه؟ فاهم يعني إيه تتمرمط وتكنبك الأرض حبيت؟ عشان كده بقول اختار كويس عشان ما تتبهدلش. أتمنى ترجع في أسرع وقت. صباح الخير يا جماعه، انا هوريكم اللقطه اللي بينزل يضيع فلوسه دلوقتي حالا. ثانيه بس، هنا مفيش حد. يا لهوي، واحده تاني بس عشان مصاريف. يا لهوي، كرهكم كلكم والله. وانا ليه قالب على وائر كفوري كده؟ ينفع بس عشان هنا في ناس وصوت. يا عم انت بتنبر عليا، خد انت براحتك، انت خد الكيسه، مفيش مشاكل. انا معاك فلوس كتير قوي. هو انت بتعرفي منين الباسورد؟ ده الموضوع كده. السلام عليك يا زوق ايه بقى، اقسم بالله انت اللي بتنبر عليا. انت مولعها تولع معاك زي ما ولع معايا. يا رب تولع معايا. بارت الفيزا وقفت، والله العظيم وقفت الفيزا، وقفت والله. الواد نبر نبر. ايه ده؟ رحت الاي تي ام وسخرت. راجع لكم الفلوس. لا ولا اقول لك مش فلوسي قوي، احسن تنبر عليا ابيض فيه غلط. رايح فين يا اخر صبري؟ راح تنصب عليا يا امي وكاي. طب خليك معايا. لا يا امي، لا 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 الاولاد. بص الاناقه والشياكه ولا فارق معايا حاجه، دي بس 1 سكند هتلاقيني بلطو. يا خرابي. لا دي الصياحه في المطلق، لسه هصيح تاني. الكيلو عامل 90؟ فتطيلك كانوا طيب. بصمات ده صح. 15 اللي هي نومي تبشور لو ابو صامر في اجيب بخمسة جنيه سايب. جبت 5 سايب صح؟ انت صاكي اهو، يعني بيسرك من ده اجيب بخمسة جنيه سايب. عملت حركة المصريين كلها يحترموني فيها وهيقولوا لي فيري كود. انا فربت الجبنة، جبت يالا الجبنة فرط يالا. يالا انا جاي اقول لك ان انا فربت الجبنة يالا، ناس كاتبكوا يالا. النهارده مفيش جبنة ب 60 جنيه. معلش بس حبيت ازعق في وسط البرج. تعالى كل يوم بالليل ليه؟ سبب مين؟ واحد صح. طب عشان صاحبك؟ طب ليه يا صاحبي؟ عايز اروح. عايز ايه؟ عايز ازيد على زوم. انا مش بعزه ده، انا بجد لو طلب اي حاجه بتحبه. عشان انت بتحبه؟ قوي. طب ما بتحبش نفسك ليه؟ مش مركز نفسك. انت صاحبي قوي، انت طيب قوي والله. شفت الجو ولا لا؟ ودي حاجه اصلا اللي اتقلب مني. لا 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 مفيش حاجه خالص. انت اصلا ايه اللي وصلك لكده؟ الاكتئاب؟ الحب. انا زيك برضه، التعلق بالناس بهدلني. بس انا كبرت بقى مش في سنك، فانا التعلق بالناس بهدلني قوي وخلاني بهدل زيك. ده في عيد ميلادي اللي لسه معدي. بالليل طول ما اعمل كده اصلا بتعيط، ببعت لهم رسائل ساعات يرد وساعات لا. انت من نوعيه الناس الحنينه والطيبه، وهم هنا بيفهموا ده ضعف. اللي زينا بيبقوا ناس بيبقوا حنينين، الحنينين هنا ما بتفهموش قوي. انا رايي ان انت لازم تدوس على نفسك شويه، تستحمل البعد والاسى، لان هم مش هيفهموك. هيقول لك ايه يا ابني ما تجمع زياد وانت طاري ليه وبتاع. لا انت حنين وانت راجل كويس، وانت في يوم من الايام هقول لك، انت في يوم من الايام هتكون زوج واب صالح. الافتراء والعصبيه والزعيق والشخط والنطر وتاخد حقك بدراعك، هو ده الصح، هو ده مش صح، انت اللي صح. هتفضل تاني بقى. انا احبك والله، بس ما تعيطش تاني. بس انا بحب الصدور. باظت مني. لا ده ب 90 بلبل جمال.
وجو المحن ده وتعمله قلبه وبتاع بلاش محن. 16 بول دي كان مدرب 12 اول امبارح قال لا غلي سيبولنا الكيوي. ما اقدرش اعيش حياتي من غير الكيوي. قطع كده الفليات يا ابن قلبي. ايوه كده زي الفل. وعملناه على شكل قلوبه كده وفقش البيضه كاب بصل بودر. سيبك من شاك شت ملح ما كترش ملح ما حبش ملح معلش بس خبط خبطتك زي الفل. رشه فلفل اسود رش على البيض برضه ورشه ملح القلب اتخرق ورشه كاري كده نزل بالقلب في الدقيق نزل القلب في البيض كرك شادي يبدا قلب البيض ده بخد فكروا بايه البيض ده. لا مالكش دعوه بوسيني تاني دافع يا على فكره عندي برد جد والله تقوليش ليه يا بنت قبل ما تبص ومرمط القلب في الفيجيتار على بقسماط وانزل بالقلوبه في الطاسه وادي القلوبه بتاعنا طلع حط الكيوي اسمه افوكادو ننزل بشرائح الطماطم اهو بتعملي تخلفها زي وننزل بشرائح الجبن انزل كده انت كل شويه تعملي بويس وده منظر الساندوتش يا ابن قلبي بص الحلويات والجمال بس اوبا هندوق ونقول بسم الله بقى نصر حبيبي عشان عندك أنا أنت قلبي يا باظ خد يا باظ نصه وانا اخد نصه بتقول شكرا يا بنت شكرا هاتي بوسي بس عندي بعد بص خلاص افتكرت افتكرت يلا باظ بسم الله جميل فريمت اخت فاضله لبنانيه منشنتني في التجربه دي زي ما انتم شايفين كده وكتبت لي تبرني عيونك اعمل لنا هيك واتاكد في هيك وانت عارف الشاب المصري لازم يقف جنب صديقته اللبنانيه هي طبعا اتمنشنت في كومنت طبعا انت هتخش على ام الفيديو وتدور على ام الكومنت انا بقى مصري زيك وهعمل التجربه مش لاقيها كنت صح فلوس خلصت صح اروح اسال ابويا دلوقتي ناو صح مش مهم المهم نعمل التجربه عشان اختي اللبنانيه عيال وفضايحهم عشان بس قلت ان البت منشنت كل ده خلي ادور على البت انا نفسي مش لاقيها والله يا جدعان فين البت اللبنانيه اللي منشنت لجو بوسه فين الاخت الفاضله اللبنانيه الاخت اللبنانيه وين انت اللبنانيه حابب اقول لك رساله يا لبنانيه ان انا في مصر كلنا ماشيين بكروت اهو ثواني ده كارت بابي ده رقم معين المساله مش مساله فلوس برضه يا لبنانيه ودي كانت اكبر كذبه اي حد بيقول فعلا لبنان هلا والله اللي بشقى بيهم بضيع عليكم يا ولد الشاب المصري اشهم شاب في مصر هروح اجيب لك اغلى انواع الشوكولاتات يا لبنانيه انت طوبوري يا لبنانيه اجود الانواع دي لا 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 ثواني خد دي لا لبناني ولا ياباني دي من مصر 12 جنيه زي الفل والنبي انت زي الفل والله معلش يا لبناني 25 انت مش قايل 12 بول بول لا ده قدام الكاميرا بس تتصور على صباح الخير يا جماعه النهارده يوم جديد في سكه الغلط يلا كده فوق معاك عشان نحضر البؤس من اوله تاكل شوكولاته ده انت تقبريني جدا وشرب الشوكولاته كده والله يا جماعه سقفه ليه عشان انا بعمل كل حاجه لوحدي وبعيش لوحدي خد يد انت شاطر يا برافو عليك نضع الشوكولاته في البوله ونزلها في الميكرويف 30 ثانيه وشكرا ان انتوا بتحبوا فيديوهاتي انا اسف يا لبنانيه ما لقيتش التاني ده اللي ابو لا ما لقيتش كب بقى هنا كده وندخل الفريزر وهنعمل العجينه بتاعتنا كوبايه دقيق كوبايه لبن ونص كوبايه سكر مطحون بضايا واديها واضرب عجينتنا ضربا مبرحا طب عليا النعمه سقفه لك للاجتهاد ونغطس غطوسك كده يا ابن قلبي بعد كده هننزل في البقسماط وانزل بقى في الزيت طب عليا النعمه برافو عليا دونتس الغلابه يا قلب بتاع طعميه بس دونتس قول بسم الله ويفتح كده اوبا بص بص بتشرب اوبا بسم الله بس 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 لغوصه كتير بقى يا لهوي اوعى تجرب الكلام ده عشان امك ايه اوبا اوعى ها اوعى طب يلا جرب ده اللي يشفع فيك احنا لسه عاملين ام التجربه دي من الفيديوهات الثلاثه والله عملناها بس هو بس ما كانتش الجبنه الحمراء دي موجوده الجبنه اللي حمراء ولا يا شاك اعمل لنا بلوك يا لا شاك العيال كلها ملشنني يا ابني الفيسا فيها والله قربت تخلص لا مش هينفع لا لا شاك نو يا شاك كل ده كان بيتزا ام ما ينفعش احط الكميه دي في الزيت يا جماعه يا جماعه انا امي بتحط شويه في الزيت كده وتقول لي قلبهم قلب نفسك ها حلوه يا شاك يلا بينا بص
صل على الشعر. انا كلامك بالعقل والمنطق. انت مدرك احنا بنعمل ايه؟ والله العظيم احنا هننزل نجيب حاجات. اوعى 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 ايه نسحب 500,000 جنيه عشان ربنا تتهدوا وتفرحوا. ايوه يا عم انا زهقت. انت كده ما تزعلش ياك. ده كان الاوت فيت اللي رحنا جبنا بيه العيش. كنت بتتصوري معايا ليه؟ عشان نزل ايه؟ شكرا. انت اهي عايز الجبنه الحمراء. جبنه الحمراء ضرب 65 جنيه. خبطه بس كده بقى. الله يا ربنا ينتقم منك. ايه يا عم ده؟ تجربة كبيرة ساعد في لم التجربة. ساعد عشان الاولاد. قد اخطوني. ايه ده انت هتعرفني؟ قد 5 جنيه بلم التجربة والحياة ابوك. راح اجيب كيلو لبن. الراجل قال لي كيلو لبن ب22 بلبل. ليه بتاكلوا الجاموسة سنبون؟ عايز واحدة صيوحة كده يا لهوي.